السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وأمام العدسات أدى نجوم المنتخبات الاثنان وثلاثين المشاركة في المونديال حركات طريفة، وكانت أطرف التعبيرات للاعب المنتخب المصري محمد صلاح ومحمود عبد الرازق شيكابالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو وأفضل لاعب في العالم والإسباني سيراخيو راموس، ومن المنتخب السعودي سالم الدوسري وفهد المولد، ومن منتخب بنما بلاس بيريز وليكسندر غلوفين، من المنتخب الروسي. وتواجه مصر الجمعة المقبلة الأوروغواي في بداية مشوارها المونديالي ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا المضيفة والسعودية. وتستضيف الروسيا مونديال 2018 الذي ينطلق الخميس ويستمر حتى 15 يوليو